المنتخب مقبل على بطولة مهمة جدا، تمام. المشاركة والنتائج في البطولة اللي فاتت، النسخة اللي فاتت لم تكن على أفضل حال. توقعاتك إيه للنتيجة في ظل طبعا الأوضاع الصعبة، عدم لعب أي لقاءات ودية، وإيه سبب عدم لعب لقاءات ودية؟ والله بس حضرتك، هو طبعا يعني الفريق كرة اليد للسيدات أو المنتخب الأول للسيدات اتكون بعد 10 سنين، كان في توقف تام للمنتخبات، اتكون في شهر 10 في سنة 22، فحصل على الثامن وكان عمل نتائج كويسة جوه المجموعة بتاعته. السنة دي هو الحمد لله رب العالمين في استقرار على الجهاز الفني من سنة 22 لحد 24 اللي هي البطولة الثانية، فأعتقد ده برضو يدي خبرات للبنات إن هم خلاص هم دخلوا جوه البطولة وشافوا الفرق بالنسبة لهم. لكن لما نيجي نتكلم في المباراة الودية، ايه عدم ان ما يكونش في مباراه وديه؟ اعتقد ان الاتحاد كان عامل برنامج، او كان في الاتحاد الدولي عامل برنامج الاسابيع الدوليه ان هو بيبقى فيه مباريات. يعني قصه بقى ما سافرناش التشيك ليه؟ ما حدش جالنا ليه؟ ما فيش حد. احنا على فكره بعد 22 بعد اول بطوله دخلناها احنا استضفنا هنا 3 منتخبات افريقيه، وكان كان ساعتها كابتن ايمن صلاح مدير الفني للمنتخبات القوميه، وجابهم ولعبنا 3 مباريات في شبين تقريبا في سيتي كلوب. فكان في احتكاك الفتره اللي فاتت دي. ايه عدم وجود مباراه دوليه او مباراه وديه بيننا وبين الفرق الاجنبيه، بيننا وبين الفرق الافريقيه؟ يعني دي يسال فيها الاتحاد.